السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التزام السيرات أو ما يعرف بلونجاجمون دابورتاسيون. المهم الفيديو ديال اليوم غادي نتعرفوا فيه على التزام السيرات أو لونجاجمون دابورتاسيون وضرورة تحضير هاد الوثيقة. هاد الوثيقة كتكون صلة بين المستورد والبنك ديال البنك ديالو والديوانة. بحيث بهاد الوثيقة كنطلبو من البنك باش يصادق لينا عليها او ما يسمى بالدوميسيلياسيون. وفي هاد الالتزام كنسجلو فيه الفاتورة ديال المصدر وثمن الفاتورة والمعلومات الضرورية عليه. كيقدر المصدر يصيفط لينا البروفورما او لا يصيفط لينا الفاتورة وعليها كنعمرو هاد لونجاجمون وبها كنطلبو الدوميسيلياسيون. الا ما دازتش لينا الدوميسيلياسيون في لابونك ما يمكنش لينا نكملو لا بروسيدور. المهم هاد الدوميسيلياسيون البنك كتقطع عليه مصاريف اون فوا كيعطوك لاكوغ عليه. البنك كتقطع مصاريف ما كتعداش 200 درهم حسب البنك, كلها بنكة وشحال كيقطعو. حيت كاين بزاف ديال لي بنك, كاين البي ام سي او, كاين البي ام سي, كاين الشعبي, كاين بزاف. وكل بنك عندها لي كوميسيون ديالها محددين بالنسبه للدوميسيلياسيون. فهاد هاد الالتزام كنلقاوه في الموقع ديال بورتنيت, منصه ديال بورتنيت اللي كتكون ديجا تسجلتي فيها مسبقا. المهم هاد الموضوع ديال بورتنيت غادي نطرقوا فيه فيديوهات قديمه باش نعرفوا الطريقه اللي نقدروا نتسجلوا بها في هاد الموقع. الى تحت ليا الفرصه وكان طلبات لهذا النوع من الفيديوهات. هاد ليكزامبل ديال لونغاجمون دامبورطاسيون هاد راه فيرج. فيه عندنا هنايا كنلقاو لامبورطاتور اللي هو المستورد, يعني اللي غادي يجيب السلعه من برا. كيكونوا لي كوردوني ديالو هنايا وكيكونوا كاع المعلومات الضروريه على هاد المستورد. هنا ليكسبيديتور اللي غادي يصيفط لينا السلعه, حتى هو في لونغاجمون ديجا كنسيزيو ليكسبيديتور, كنسيزيو لو نون ديالو وكنسيزيو الهاتف ديالو. كلشي اللي كي يكون ضروري باش يكون في هاد لونغاجمون. ان هنا البلد المنشا بي دوريجين, منين جاي هاد السلعه, وهنا البلد المصدر, عندنا لو نيميرو دو نوموكلاتور. هادو ديجا كيكون في البورتنيت. كل برودوي عنده نيميرو دو نوموكلاتور دوانيير اللي كيكون باش كتعرفوا الديوانه وكتقدر دوزو. هنا شروط التسليم, اسم السلعه تجاري ضروري, هذا كتحدد لي شنو هاد السلعه اللي غادي تجي. غادي نطرقوا لهذا الموضوع وغادي نعرفوا شنو هما لي برودوي اللي كيقدروا يدوزو وشنو هما لي برودوي ما كيقدروش يدوزو. عندنا هنا الوزن الصافي, البوا, لي زينيتي كومبليمونتير, شحال من اونيتي. مهم بالنسبه للانكاجمون هادو هما المعلومات الضروريين باش نسجلوهم. هنا لتحت اون فوا لا دوان كتخلص كدوز هاد لامبيتاسيون اللي فيها لامبيتاسيون دوانيير. فوالا لامبيتاسيون دوانيير. اون فوا لا دوان كتخلص هاد لا لين الاخرى كلها كتعمر.
كنتمنى تكونوا فهمتوا شوية شنو هو لونجاجمون دامبورطاسيون. وإذا عندكم شي تساؤل خليو تعليق، وما تنساوش جيم وسجلوا في الصفحة باش تدعموا الصفحة. السلام عليكم.